فتحضر المرن إلهي مراد كيس سهل مرات كيس معتر أنا لا سهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب ذكر قحطان. هذا متكن باب ذكر قحطان. قبيلة قحطان ليراه كشيكينتيدي بمعنى الحكاية اللي ذكري. هذا متكن باب ذكر قحطان. قبيلة قحطان ليراه كشيكينتيدي أيوب بابيهي. هري إمام البخاري رحمه الله تعالى وحين أوسو الشيكي قحطان إنو يهي جد أهل اليمن وقلد اليمنيين تاه أووهد أيكو أبتر سدان قحطان. وحون الشيخ سور رجحي إمام البخاري رحمه الله تعالى أن قحطان من ذرية النبي الله إسماعيل. هران عشر كأوسو قادن يعني إنو كمدي هاي قحطان ذرية النبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى حافظك وحكوليه قوله باب ذكر قحطان تقدم القول فيه لهذا لد الله قال هذا وصهر مري. وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا؟ ذرية نبي الله إسماعيل ميو قحطان كمد يا همسا كمد معها. وإلى قحطان تنتهي أنصاب أهل اليمن. أهل اليمن ودن أنصاب تودو حيكون ما تا قحطان من حمير هنغضان هير حمير وكندا يو همدان يو غيرهم كل قدو حي قلان قحطان. قحطان كمركا هبك الله وغشيكين يو حوي نين أيها كمدا أي النبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامين ومد حكم الدونه أو بقر وكسر دح بح الدونه دوني ذا دن حكم الدونه وقبيل كقحطان أيون نسبة شيكتا نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الفقيه المدني قال حدثني سليمان بن بلال هو المدني عن ثور بن زيد. ثور بن زيد هو المدني وهناك ثوران في صحيح البخاري. إمام البخاري لبث ثور أمبو قوى كتاب كيس صحيح البخاري. ثور كان وأشهر ثور في البخاري وولبك لي ثور بن زيد المدني. ثور كان لبادنا وحوي وثور بن يزيد أبيه كاوحا ليرا يزيد كاسي وحمسي مدني معها وهير شامو هير شامو وحال ليرا ثور ابن يزيد الحمسي يروي عن خالد بن معدان. وحونا ثور كاسي وحققها ذا مروى البابا شيخا ليرا هو خالد بن معدان لبدا ثورا كتاب 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 كجرتب عن ثور ابن زيد المدني عن أبي الغيث هو سالم مولى عبد الله ابن مضيع وسالم مولى عبد الله ابن مضيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال وحي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ساعة قيامة ما يستاقيس حتى يخرج رجل إلى أن أكسبح من قحطان. قبيلة قحطان إلى أن أكسبح ننكاس ويسوق الناس ضدك كحينا يبعساه أشري صدتك ككحينا وكناية عن تصرفه وسلطنته يعني أشى وحال لغة كنا يون سيدو وقود تصرفه يو سيدو ضدك وحكومي يعني وحال لغو شبهي قف قوسارة أوكالي أيا لغو شبهي أريغي سي معمولاني قف قوسار كاهي هدو أريغ أشى ووسيتو جهدو دونو وكحيا أريغي سي مركب الجدد لغلي يحوي وكناية عن تصرفه وسلطنته وسلطنة يو سيدو يعني لغة دنبيو سيدو لغة دنبيو بغر كحكومي دون الدنيا أو يعني قبيلة قحطان ليراه أيوكد على دونه النبي صلى الله عليه وسلم. إمام مسلم صحيح سبحانه كسر قادنا الرواية اللي قلت المامي نك مجي عيسى ليراه جهجه جهجه نك هر قحطان كد على دونه دوني ده حكم دونه حل قد دوني ده وحكم دونه ووقت نزول نبي الله عيسى ووقت وسود دونه نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. عافيتك وحير قوله لا تقوم ساعة حتى يخرج رجل من قحطان لم أقف على اسمه شيخ وحير أنه مؤقين نكال عيسى ولكن جوز القردبي وحب النيي أنه جهجه. إمام القردبي وحير وحا صورت قال إنه جهجه هي الذي وقع ذكره في مسلم ورواية مسلم في صحيحه أي لقوم عابي جهجه إنه يهي. من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ لا تذهب الأيام والليالي
maalmaha iyo habeennadu ma tegayaan xataa yamlika rajulun ilaa dunida uu ka milkiyo nin, ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahu jahjah, akhrajahu caqiba xadiisi alqaxdaani qowluhu yasuuqu nnaasa bicasaahu huwa kinaayatun can ilmulki shabbahahu biraaci. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku shabahay quusaar arigiisa ilaashanaya, siduu dadka uga adag yahay oo dadka u maamulayo, dadka u xukumayo. Wa shabaha annaasa dadkiina wuxuu ku shabahay nabigu sallallahu calayhi wasallam bilghanami ari. Wa nuktatu tashbiih, tashbiiha faa'idadiisa waxa weeye atasaruf alladii yamlikuhu raaci fi lghanam, oo ninka quusaarka oo arigiisa ilaashanaya habkuu u tasarufayo iyo dhinacuu doonuu ariga u leexinayo, saasoo kale dadku uga dambaynaya. Yacni yakuunu nnaasu kulluhum tabacan lihaada rajul, dadkoo dhani waxay taabicu noqon doonaan ninkan heer qaxdaan, qabiilada qaxdaan uu ka dhalan doono. Xadiiskana wuxuu ka mid yahay mucjizaadka ugu waaweyn nabigeenna sallallahu calayhi wasallam, leannuu nabigeenna sallallahu calayhi wasallam kumanaan sano ka bacdi wax dhici doona ayuu hore u sii tilmaamay nabigu sallallahu calayhi wasallam, waana xaqiiqo inay dhici doonaan wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam. Waxayna ka mid tahay qofka turaadka dhaxalka nabiga akhrista sallallahu calayhi wasallam, wuxuu noqonaa qof yacni dadka dhan ka cilmi badan oo dadka ka maskax weyn oo ka aragti dheer, leanna wuxuu xambaarsan yahay macluumaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, cilmigii nabigu xambaarsan yahay. Qofku wuxuu ogaanaa dunidani meeshay ku dambayn doonto, adduunkani habkuu u socdo iyo dadka xukumi doona iyo dunidani meeshay ku dambayn doontuu ogaanaa dhaxalka nabiga qofka akhrisanaya sallallahu calayhi wasalam. Walidaalika waxay ka mid tahay min mucjizaati rasuulillah sallallahu calayhi wasalam qabaa'ilka dadkaas ay ka dhalan doonaan. Riwaayada qaar xataa magacyadooda, riwaayatu muslim fii saxiixihi, inuu magiciisa xataa nabigu sii sheegay sallallahu calayhi wasalam, iyo qabiilka boqorkaasi uu ka soo jeedo inuu nabigu sii sheegay sallallahu calayhi wasalam. Waxay ka mid tahay nin shaacir ah ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi idaa calima alinsaanu akhbaara man mada tawahamtahu annahu qad caasha min awali dahri wa taxsabuhu qad caasha min aakhiri dahrihi idaa huwa abqa aljamiila min adikri. Wuxuu yidhi ninkan shaacirka, idaa calima alinsaanu akhbaara man mada, qofka bini'aadamku hadduu ogaado wixii tegey axaadiistoodii iyo akhbaartoodii, hadduu ogaado tawahamtahu qad caasha min awali dahri, waxaad u malay inuu yidhi dunida bilowgeedii inuu la noolaa. Markuu axaadiista iyo akhbaarta iyo qisaska iyo taariikhda markuu qofku barto, waxaad u malay inuu yidhi tawahamtahu annahu qad caasha min awali dahri, dunidan markay bilaabanaysay inuu noolaa oo ambiyadii iyo rusushii hore inuu la noolaa ayaad qofkan u malay inuu yidhi. Wa taxsabuhu qad caasha min aakhiri dahrihi, waxaad kaloo qofka u malay inuu yidhi markuu axaadiista iyo akhbaar manmada uu barto, yacni dunida aakhirkeeda meeshay ku dambayn doontana inuu nool yahay, aad u malay inuu dajaal la nool yahay, inuu boqortooyada ugu dambaysa dunida inuu la nool yahay ayaad u malaynay, siduu uga sheekaynayo dunidu meeshay ku dhammaan doonto ayuu ka sheekaynaa. Biwaasidati cilmi rasuulillah sallallahu calayhi wasalam, waxaana waasida u ah dhaxalkii uu bartay, dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu bartay. Marka wuxuu yidhi wataxsabuhu qad caasha min aakhiri dahrihi, waxaad u malaynay aakhiru dahriga inuu noolaa, dunidu markay ugu dambayso inuu noolaa. Idaa huwa abqa aljamiila min adikri, hadduu wax wanaagsan qofku dunida uga tagto, wax wanaagsanna uu ku barto, waxaad u malay inuu yidhi aakhirka adduunyadu meeshay ugu dambayn doonto inuu noolaana ayaad u malayn, dunida bilowgeedii inuu la soo noolaana waad u malay inuu yidhi. Marka waxyaalaha yacni laga dhaxlayo wey dhaxalka nabigana calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi sheekhu, wa haada alxadiisu, xadiiskan yadkhulu wuxuu geli fii calaamaati nubuwati, nabinimada mucjizaadkeeduu geli, calaamaadka wuxuu la jeedaa macna almucjizaad, min jumlati maa akhbara bihi, waxyaalaha wuxuu ka mid yahay nabigu hore usii sheegay sallallahu calayhi wasalam qabla wuquucihi, intaysan dhicin uu ka soo warbixiyey qabaa'ilkooda iyo magacyadooda iyo meesha wax ku dambayn doonaan uu nabigu sii sheegay sallallahu calayhi wasalam. Walam yaqac bacdu, welina hore aan u dhicin, welina aan dhicin uu nabigu sii sheegay sallallahu calayhi wasalam, oo hadda ka bacdi dhici doonaba. Waqad rawaa Nucaym bnu Xamaad wuxuu wariyey fi lfitan min dariiqi Ardaat bni lmundir axad itaabiciina min ahli shaam ana alqaxdaaniya, boqorkan heer qaxdaan, yakhruju inuu soo bixi doono bacda almahdi, mahdiga ka bacdi inuu soo bixi doono, wa yasiiruuna ku socon doono calaa siirati almahdi, mahdiga dhaqankiisa inuu yeelan doono. Wa akhraja aydan min dariiqi cabdiraxmaan ibni qays ibni jaabir ahuwa duunahu, isaga kama sokeeyo macnaa kama yara wey cadaaladdiisa iyo yacni alla ka cabsigiisa kama liitow, kama liito. Yajidu almahdiya, mahdiguu heli doonaa nabi ciise imaam almuslimiin, isagoo muslimiinta imaam u ah. Wa fii riwaayati ardaati ibni lmundir
أن القحطانية يعيش ونولن دونا في الملك. قال أخبرني عمان لدولني مع النبي نبي عيسى صلى الله عليه وسلم غزونا وان دولني مع النبي نبي عيسى حال النهي صلى الله عليه وسلم وقد حال ثاب معه بمعنى رجع معه نبي عيسى صلى الله عليه وسلم أي كسو أرورين رجع ما بمعنى أي كسو أرورين وقد حال ثاب أي كسو أرورين معه نبي عيسى صلى الله عليه وسلم ناس ضد أي لسو أرورين نبي عيسى صلى الله عليه وسلم ضد كاسو من المهاجرين مهاجرين تكمل حتى كثروا إلى ضد نبي كسو أروري أي فربتين وكان من المهاجرين مهاجرين تنو حاكم ذا رجل ننكاسو لعاب عيار بضن أمثلة المبالغة نن عيار بضن وكفتن بضن أي مهاجرين تكجري فكسع ننكاسي وحو قراعي أنساريا سحابيا أنساري سحابي كلو أنساري هو قراعي فغضب الأنساري أنساري قوى عروضي غضبا عرو عرضا سو شديدا درا حتى تداعوا إلى إسوها بروا عدن أنساريين تي يمهاجرين تي وقال الأنساري أنساري قوى ريال الأنساري وقال المهاجري مهاجرين وحو ريال المهاجرين هير مهاجرين أيوه فخرج النبي نبي صباحي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما بال دعوة أهل الجاهلية أهل الجاهلية اسكوية رشد ودي اسكوية رشد حال كود محوية مسيد الجاهلية دي حلق الدين لأنت دقن كيدي ميادي بقول الله بتين وير نبي قوعنا أنت صلى الله عليه وسلم حلق الجاهلية دقن كانوا جري جري هير هبلو هير هبلو لجري جري حلق الجاهلية دو ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما شأنهم حال كود محوية فأخبره وح النبي صلى الله عليه وسلم وحال الله شيء بكسعة المهاجري سحابي المهاجرين تي قراعي سؤال أنساري وقراعي قال مركاسو وحير جابر فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحير دعوها أي العصبية عصبية ذي سجتها فإنها عصبية خبيثة وحفل حنور نبي صلى الله عليه وسلم والله بتهل ما محن ونبي كبيحي صلى الله عليه وسلم مرنا وحكت المامي دعوة أهل الجاهلية مرنا نبي صلى الله عليه وسلم وحكت المامي نوع جاهلية كمدة هير هبلوا إلا يراه نوع جاهلية كمدة ونبي كبيحي المامي صلى الله عليه وسلم مر لبعضنا نبي صلى الله عليه وسلم وحكت المامي فإنها خبيثة وشيء خبيثة هو نبي صلى الله عليه وسلم عصبية وقال عبد الله بن أبي بن سلول وحويري ورئيس المنافقين أقد تداعوا علينا مدوش أن يسوقوا هبر وعدين وير هذه المهاجرين لا سقوا وعدتك مدينة لوجي لوجي مد أيو كجرا يسقوا نين كان عبد الله بن أبي بن سلول مهاجرين تي مدوش أن يسوقوا هبر وعدين وير لا يرجعنا هدان دب أقول سوق الله بنو وير إلى المدينة تي مقالة المدينة هدان دب أقول الله بنو لا يخرجن صاره أو صاره على عز متك شرفت بدن السجى إسقرا جهدا عزك كان شرفت بدن وكناية عن نفسه السجى إسقرا جهدا وأنا الدليل السجى دليل من أدل الأدلة ومنافق لا يخرجن صاره أو صاره وير على عز متك عزك بدن شرفت بدن منها مقالة المدينة وحك صار دونا الأدل كان دلجاه وحك صار دونا ودلجا مركم حول جهدا وادتك مهاجرين تها مهاجرين تها سقرا جهدا إلهي سبحانه وتعالى وجوابه إلهي وحيره ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون منافقين تيزيغان وحبك الأوغين عقلنا عن الله يوم فقال عمر سيدنا عمر مركاس وحير ألا نقتل سو مدلنه يا نبي الله النبي إلهي وهذا الخبيث منافقا خبيث كأقورت ما نكقوين يعني لعبد الله سيد عمر وحير جهد عبد الله بن أبي بن سلول فقال النبي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ضدك كشا كيسا مايان أنه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقتل أصحابه إنه أصحابتي سدله ضدك إسلام الدح مريان ويري نبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ثابت بن محمد هو العابد الكوفي وعابد كهير كوفو قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن الأعمش أعمش وسليمان بن مهران ومقعس يعني انت بضم بمقعيس الشيخ ومشيغو مرر نادر ما هان اني ناستاس ايو ساقم عديريا وانا محدث كما انه مقرئ كبير هدنا قاري كبير نواه ايو قراء بإسكالها ووحو كمي دي هاي قراد الشواد آخرية قراد الشواد آخرية وكمي دي هاي هدنا وابل الدابع عيبا قراءة الأعمش ايضو مطبوعة اي السنة يعني لبسنو وقيران والدابع عنتا قراءة الأعمش أعمش قرديسو وانا شواد دي كميتا متواتر ما هي سجى قراءة وآخرية سليمان بن مهران وحكلو للطابعي قراءة الحسن البصري وهذا مطبوع أيضا قراءة شهادة قراءة شهادة أنت بدن هذا والطابعي أنت بدن والطابعين
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة والكوفي المرجئ الأعمى إن دولنا وآها إرجنا والوئي إرجاء عن مسروق هو مسروق بن الأجدع الكوفي عن عبد الله وعبد الله بن مسعود مرة إسنادك كوفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن سفيان ومتصل بالإسناد السابق السفيان الثوري هذا صمرني ثابت بن محمد عن سفيان عن سفيان عن زبيد زبيد وهناك زبيدان في صحيح البخاري إمام البخاري لبس زبيد وقبا وزبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم الكوفي أيها الدولجه ما يلبا ما هو بكل جيبة كل جسمها الله معها وليس في صحيح البخاري إلا هذا الشيخ واحد زبيد اللي يرابع كل جسابة كجرا وزبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم الكوفي كل جسوا كتابه عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسول صلى الله عليه وسلم ليس منا نجمد معها من روح روحا سو ضرب الخدود وجمع خد جمع خد خدود لو جمعي دامنك غفكي قراعة بمعنى عند المصيبة مركي مصيبة يبلاي يكون عانى ابتلاء من الله امتحان حق إلهي وقيم مركو كل عو غفكي دانكي سقراعة تسخدا لقضاء الله عرق وقضاها إلهي وعرونا يدت دانكي سقراعة وشغل الجيوب جابيال كان اسكد اللاعية وجابك اللاعية عند المصيبة مركي مصيبة يكون عدو غفكاس أمد إذا كمد معهن ويري نبي صلى الله عليه وسلم ودعا أقويا ردتك بدعوة الجاهلية جاهلية يا رشديدي يا هير هبلو يرا قف كاس أمد إذا كمد معها ويرى نبي صلى الله عليه وسلم وسدح صفة أدو حن حنو ونبي صلى الله عليه وسلم عسبية يا قبيا لد سدح لا صفة ونبي كتل مامي صلى الله عليه وسلم مروح ويرى دعوة أهل الجاهلية أهل الجاهلية أتوا من صمر دعوة الجاهلية هرام صمر لا صفة أدو حنو هين دعوة أهل الجاهلية يفإنها خبيثة لا بد أن نبي كتل مامي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة خزاعة هذا متكن باب قصة خزاعة قبيلة هير خزاعة اللي رأى قصة دي أيو بابيها هير خزاعة الراجح أنه من مضر سيد الراجحة هير مضر أي كم دي هنا مضر أي كلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه الحنظل المروزي قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم المغري وقارقي وينا المغري الكوفي قال أخبرنا إسرائيل وإسرائيل ابن يونس من أولاد أبي إسحاق السبيعي وأوي إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق الكوفي عن أبي حسين وعثمان بن عاصم المشهور بأبي حسين عن أبي صالح أثبت الناس إلى حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك عليه صلى الله عليه وسلم محوير عمرو بن اللحي منك عمرو بن اللحي بن قمعة ابن خندف لديه جري أبو خزاعة قبيلة خزاعة اللي يرى أبيه إكسو فرعمه هل كاسي قلان هل كاس أي قلان يري نبي صلى الله عليه وسلم من كان أضغاه عمرو بن اللحي ابن قمع ابن خندف ونبي صلى الله عليه وسلم وكتل مامي أبو خزاعة ويهي وأول من أدخل الأصنام في مكة المكرمة تاريخ حنو مقديه قلي تاريخ مقدية أيو ننكاسي قاتي أو قلي وقفكي أقوه الرئي ومركا كعبادة بسوق قلي إيو مكة المكرمة ninkii soo galiyo aha asnaamta wuxuu yiri xaafidku wada kara ibn isxaaq ibn isxaaq wuxuu sheegay anna sababa ibadati amr ibn luhay al asnam odogan yaani sababta asnaamta uu ku caabuday waxa sabab u aha annahu kharaja ila sham sham odogan aadi wabiha yawmaydan al amaliq nimanki amaliqda sham ku sugnaa wahum yaabudun al asnam asnaamay markaa caabudi jireen amaliqdu fastawhabahum مركز كهيب الضل بي واحدا منها هل حبوا السنم هل إيه بيير سيان يعني حرمك إلهي إيه. ما كذي أن سنم أقيه وجاء به السنم كاسلوسه بيوح وليمد إلى مكة قال هذا مكو ليمد فنصبه مركز كتاقي إلى الكعبة إلى جانب الكعبة تاق وهو السنم كاميش وكان هبل الذي هجر فميشي غزوة أحد يده هجرين أعل هبل كيدهم هبل وكرنغو نسك يده هجرين وكان قبل ذلك في زمن جرهم أيها قد فجر حلقا كهر وحا فاجروبي رجل ننا فاجروبي ننكاسو يقال له ليرا إساف نن إساف الذي هجري زمن كهر جرهم أيها وحو كفاجروبي بامرأة هويني معنى وكفاجر وحلو لجدا زنا بها وكزن استي وهويني وكزن استي هوين تاسو يقال لها أيضا الذي هجري النائلة في الكعبة كعبة نحدد وكزن استي ننكاس والعياذ بالله
فمسخهم الله لبدود إله النسخي وكعبة دحل الكسن يستجل وعلى حجرين لبد نجح إلهي أبدل أبالك ودي وابي هاي لبد نجح يا إلهي أبدل فأخذهم الله لبد نجح ونبدتك كعبة دحل الكسن يستي وإلهي لبد نجح أبدل لبد نجح وحا قاضي عمرو بن اللحي فنصبهم مركز التاجي حول الكعبة فصار من يضوف روح الضواف يوحد يتمسح بهم على بعض الدجاحين ومسحدوه وإله بالله قد جناه نك منكرات كاس كياني تاريخها نكاسو عبر من اللي حين وأبو خزاعة نبي قتل ما صلى الله عليه وسلم نبى الدنيا وحبه كتجا لأن آثار سيء الدنيا وقتجا لأن وحبه كتجا آثار حسن ومشي مقولة ابن الدريد وله جري وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى ابن الدريد وحير وإنما المرء قفك حديث بعده قفك وحير الشاكة كدم بينيس تاريخ يشاكة لقى قريد ونا قفك فكون حديثا حسنا لمن وعى وحير الشاكة وناكسن وقتك ذاتك وحفديد دونا وتاريخ ذا قريد دونا ورقف البو الشاكة وناكسن وقتك وير نبي قال صلى الله عليه وسلم نكا وحا وكشاكي صلى الله عليه وسلم يعني وحيال عجائب له وفكي وقوه الرئي وجيدي أصنام إن كعبة لحدي الوقع ذاتك أسدنا يعني كعبدي دحدو دبا كوسينيستي او كفاجروباي ايو ددكي وху شرعي او غدغاي او وجيدايي ان لما سخدو عند الدواف ولا بدغ ددكي لو نسخايو فنسبهما حول الكعبه فصار من يضوف يتمسح بهما يبدا وقفك وху كبلاباي باساف ويختم وху ختمي بنائله نائلنا وху ختمي نكري بلايداس جيدايي ايو نكري اها قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال زهري وحور سمعت سعيد بن المصيب قال وحور سعيد بن المصيب البحيرة بحيرة هي بحيرة التي تيو يمنع درها عن هذا الديد للدواغيت لأجل دواغيت أصنام تدرتيد مد اللوديد تاسا بحيرة الليرة وحياله أفرتها هي القرآن كوشاقي منكراتك أفرتها هي حولها يكو سمين جرين ذاتك يعني مقالة مكاية نواحي دقنا ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون كو إلهي يرو عقل ما له عقل دهرو بحيرة دي مركز نوفا سيري سعيد بن الجبير بحيرة يصائب يوصيل يحام أفر تاس منكري حوله أي كسما يندتك جاهلية دي يندتك مقالة ما كدكنا قال سمعت سعيد بن المصيب قال البحيرة بحيرة وحلو لجداه يرو هي بحيرة الله تمده يمنع لديد يدرها أي لبنها ومد عانه ذا لديد وقال لسنين عانه ذا يندتك وديدين وما هي وديده للدواغيت اللي قال لي دواغيت اصنام تدرتيد او وحي ليهن اصنامتا اسكلو اصنامتا لو وقفيو دي اصنامتنا مركا وحي ولا جيدان سدنده السدنه وخدمه الاصنام ولا جيدا وددك اصنامتا او خادميه ددكاس اسكل هيلي بحيره اللي يرانا ففكاس نففكا بحيره اللي يرا اصنامتا اسكل ولا يحلبها من لسنكرو بحيره احد احد من لسنكرو احد كاسو من الناس ددك كميده أصنامتا إسكالة يكوى هريره ذو جوغة وأصنامتا أخدمينا وحوري سعيد بن المصيب والصائبة والصائبة القرآن كوشيغانا التي مدي ويصيبونها أي يتركونها أي يغتغيان لآلهتهم لأجل آلهتهم وأنفك إلهياشا يودايين إلهياشا نودين وحوري لجيدان بمعنى السدنة والخدمة ذاتك أصنامتا أخدمينا ذاتك أسبسا استعمالي دي. فلا يحمل عليها صائبة الدشية الشيء وحبالك محن بارك مالا رانايو قادي لك مردقانايو بس سنامت اللودة قفتها بانكرت ملاحو بدن كلو أيضاً اللي يراه وصيلة وقرآن كوشيغي ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام وصيلة نوحوي هي التي تصل أنثى بأنثى ثم بأنثى يعني هشاني وحي دالي نيريغ اي دالي مرك لي هدنا دالي نيريغ لبات نيريغ سدحاد نيريغ أفراد وحي لي فرحد وين وي وما دام الله فرحسين يهي آلي هدي أصنامتيا فرحدن اسكو آدييي أيغا اللودة أي هدنا marba hadii nirig ay dhasho oo nirig labaad iyo mid saddexaad ay dhasho waxay u yaqaanaan waxay yiraahaan wasiil ay dhahan wasiila wasiila leeyda haamkana waxay dhigi jireen neefkan yaani ratiga ah markuu dhowr goor uu hasha boodo oo dhowr goor markuu hasha boodo dhowr dhadig uu hasha uu ka dhalo bis weey isaguna waa la xureeyay leeyeen asnaamta loo xureeyay marka munkaraadka afarta ayay yaqaaneen ahlumaka iyo man xawlahum قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال سعيد وسعيد بن المصيب أي نعلن فاعلك قال سعيد بن المصيب وحيري وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحيري قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحيري رأيت وحان أركي عمرو بن عامر الخزاعية هر خزاعي لونس بي وأضغي هذا أنسو مرني
oo riwaayadii hore waxay noogu sheegtay camrabna luxayin ibni qamacata, riwaayadana waxay noogu sheegtay camrabna caamir alkhusaaci, waa min baabi nisbati ilaa jaddihi, marna aabihiisa loo nisbeeyaa marna awowihiis, waa isku mid wey, bimacna waa isagii naftiisii. Qaala nabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi raaytu camra bna caamirin alkhusaaciya ayaan arkay yajuru xaaluu jiidayo qusbahu min dhicrihiisi fi naari, naarta dhexdeed isagoo mindhicraha ku jiiday ayaan arkuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. Wa kaana wuxuu ahaa yuhi nabigu sala allahu calayhi wasalam odagaas awala man sayaba sawaa'iba, neefafka la sii daayo ayal matruukaat, neefafka ilaahyada ee asnaamta loo sii daayo qofkii jideeyey ninkii ugu horreeyey ahaa. Awala man sayaba, qof jideeya ayuu ugu horreeyey, asawaa'iba ayal matruukaat lil asnaam wal aaliha, neefafka ay leeyihiin waxaan ku waqafnay, asnaamtaan ku waqafnay leeyihiin munkarkaas isagaa dadka ugu horreeyey yuhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. Nin walba uun taariikhaa ka haray, balaayadaasaa ka hartay. Nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu tilmaamay in naarta uu ku arkay isagoo mindhicirihiisa naarta dhexdeeda ku jiidaya. Gaalada kale sida loo ciqaabayo si ka duwan ayaa ilaahay u ciqaabay, leanna waxa weeye munkarkan isagaa balaayadaas jideeyey, qawaaniintaas baadilka iyo gaalnimada ah isagaa dadka u jiidayey, balaayadaas isagana ilaahay ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري. هذا متكن باب قصة إسلام أبي ذر. إسلام نمدي أبي ذر قصة ديسي أي أبابي أبي ذر كاسو الغفاري قبيلة هير غفار لو نسبيي بل قصة وكسو إسلامي صحابي جليل كاه أبي ذر الغفاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن أخزم. زيد بن أخزم هو بصري وهو من أفراد البخاري. أمهاتك كلا أيوة حبكم وريان أصحاب الأمهات وإنت كلا أيوة حبكم وريان بخاري أفرادي سوكمي دي زيد بن أخزم البصري. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الخراساني. قال حدثني مثنى بن سعيد القصير البصري. قال حدثني أبو جمرة ونصر بن عمران المشهور بأبي جمرة قال قال لنا ابن عباس وحنوير الله أخبركم إذن كغش ورما بإسلام أبي ذر إسلام نمدي أبي ذر ما إذن كغش يكيا. قال أبو جمرة وحوري قلنا وحن ربلا نوغ الشيخ. قال وحوري عبد الله بن عباس قال أبو ذر وحوري كنت وحنها رجولا ننانها ننكاسو من غفارة قبيلة غفار كمدا. فبلغنا وحن سوق قاري أن رجولا نن قد خرج إنو كسو بحي بمكة في مكة مكة لحدة إنو ننو كسو بحي ننكاسو يزعم الشيخان أي أنه ننكو نبي إنو نبيه صلى الله عليه وسلم رسولك إلى جهدا صلى الله عليه وسلم. فقلت مركاسا وحن إري ويري أبي ذر لأخي ولالكي وحن كويري انطلق إلى هذا الرجل أرادو أن كان حقي سآد وأتك كلمه أن كان أرادو لسو هذا واتني بخبره خبر كيسنا إيكن. فانطلق ولالكي واتقي فلقيه ننكي ولا كلمي نبي قال له جيدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم رجع ولالكي وصول لابتي فقلت مركز محيري ما محيبا عندك ما أخباره أكتادا. فقال ولالكي وحيري والله لقد رأيت رجولا نينا سو أركي ننكا سو يأمر بالخير يأمر الناس ذاتك أمري بالخير خير ذاتك أمري وينهى الريبي وينهى الناس عن الشر ذاتك أنا شرتك الريبي. فقلت له مركزا ولالكي وحن كويري لم تشفني إقماء أدن داوين من الخبر خبرك انت أصفى فاهين كبضنا كاربي يأمر الناس بالخير بسد إيه كان تيب ففاهين دير هذا أيا انت أسكربي إما أدن داوين أيا نريد. فأخذ مركزا وحن قادنا يري أبي ذر جرابا ويلا انقات يو عسن أول أيا انقات ويلك مركز سهيدي سكوك شدني. ثم مركز كبعدي أقبلت وحن سوق قابلوه أبي ذر إلى مكة فجعلت وحن قد قال لا أعرفه إن أنا نقرني إنك معنا نبيه إلى جهة صلى الله عليه وسلم وأكره وحنا كهني أنا سأل عنه نبي صلى الله عليه وسلم أن قفوا يدينا ودبسنا إلا قفك النبي صلى الله عليه وسلم وحلق إسلامك يعني قرسودي ذا يسرية ذا وكجري قفك النبي بعد يقوبه صلى الله عليه وسلم الدباتين والله كلمه أي ذاتك كبقية ولا دلو. وأشرب وحنا إسكع بيوير من ماء الزمزم قري ما شو كمله يجد كله بيها الزمزم أنت سجرنا ولا إسكع بيوير وأكون وحنا إسكع هنا يور أبي ذر في المسجد مسألك دحيس. قال وحور أبي ذر فمر بي علي سيدنا علي بن أبي طالب أي إسامري. فقال مركز وحور سيد علي كأن رجلا منك وابا صقو غريب غريبة وريكو نين غريبة ويقع وير سيد علي. قال أبو ذر وحور فقلت وحور نعم نين غريبة. قال مركز وحور سيدنا علي فاندلي قرادو تقو إلى المنزل قرادو كالي نتقو قريقة حقي سأتك نكين قريقة أدني. قال أبو ذر وحور فاندلقوا معه فاندلقت وانت معه سيد علي معيقسي لا يسألوني حال سيد علي عن شيء وحبا أوسن سؤالي ولا أخبره أسقنا أنا وحبا أقور رمين وحور بحنا أنا نسيني. فلما أصبحت مركان وابريستي غدوت واك الله يذر أبي ذر إلى المسجد مسائلك حقيسي أيانوك الله لا سألسي أنو سؤاله عنه عن النبي
نبي حقيسه صلى الله عليه وسلم سيان بلدد ويديه بل قفكو اد وحكو قرسته كو سريسته اد هجيد او نبي صلى الله عليه وسلم سؤالات كو ويديسو وليس احدنا احدنا ما هنن يخبرنا ايغا خبره عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وف وحي شيغنا وان وال قال مركاس و خير ابي ذر فمر بي علي سيدنا علي اي سومر فقال مركاس و سيد علي اما نالا بمعنى اما انا اما قرب او كلو وما دوانين ميا للرجل نينكا يعرف انه غرت منزله ديغانكي سي بعد اي الان هذا نينكو انه ديغانكي سي غرت وما دوانين ميا معنى غري ما تقان ميا نكن وكودا نكن غري انا ادني قال مركاس و خير ابي ذر قلت وحانير لا ما غري انا ما غران اي ادي غيسي قال مركاس و خير سيدنا علي فانطلق معي انا كالي معي لا تك قال مركاس و خير ابي ذر فقال سيدنا علي و خير ما امرك اي ما شانك شانك مخويا وما اقدمك ما حكو سو غلي هذه البلده مغالدان ما حكو سو غلي ابي ذر قال مركاس و خير ابي ذر قلت له سيدنا علي وحن كويري ان كتمت علي هدا دوشيده قرينيسو او ددكادن اغو فافينين اخبرتك وا كو خبري وح مغالدان اي شيغو اي كينيو قال مركاس و خير سيدنا علي فاني انو افعل وا سمينا وا كو قرينو اي شيغ قال مركاس و خير ابي ذر وقلت له سيدنا علي وحن كويري بلغنا وحن سو غاري انه شاني قد خرج ها هنا هلكن رجل انو كسوبخاي ninkaas oo isumu sheeganaya annahu ninku nabiyun inuu nabi yahay sheeganaya faarsaltu akhi walaalkay aan diray li yukallimahu sininka wala soo hadlo farajaca walaalkay dib u soo laabtay walam yashfini mar idaaweyn walaalkay min alkhabari khabarkay xaqiisa waxba iga ma daawin faaratu waxaan doonaan alqahu inaan anigu la kulmo nabiga aan la kulmo sallallahu alayhi wasallam faqala markaas wuxuu yiri sayidina ali ama innaka adiga qad rashadta wad hanuntay u yiri macna asabta arushda wa sawab sida sawabka hayaa asibtay هذا كان وجهي كان وجهيك إليه موجه وجهيك وحاب لو جيدي إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هذا وجهيك وجهيك وأنا أصعد إلى جهيك يعني أنا أصعد النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعني راعني أدخل قل حيث ماشي أدخل أنقله فإني أنا إن رأيت أحدا وفضا أركو أحد كاسو أخاف أحد كان كبقي عليك دش هذا أنا وقبقي فقمت أنا أن استاقي إلى الحائط دربك حقي سان استاقي هذا وقف كبقه كاني وباني أصلح هجاجيني نعلي كبتيد oga kora baqas aan samaysan nuur hadaan isin ilaaho qof aad dilaya abidar dilaya aan ilaaho oga nin kobta hagaajinaya iska dhigi ee oga markaa waa lagu haya meeshaad ku fakan lahayd ee oga markaa waa lagu haya markaa wamdi anta adigu iska tag famada markaas waa tagay abidar waa tagay maayo sid cali dhe famada sid cali waa tagay wamadaytu maahu sid cali miciisi ayaan aniguna la tagay hatta dakhala ila uu ka galay guriga nabiga sallallahu alayhi wasallam wa dakhaltu maahu سيد علي معيسان لا قال على النبي نبي يوم سو قال صلى الله عليه وسلم فقلت له رسولك وحن كوري صلى الله عليه وسلم اعرض علي الاسلام اسلامك اي سو بندق اراد اعرض علي الاسلام اسلامك اي سو بندق فعرضه اسلامي او سو بندق نبي صلى الله عليه وسلم يعني ابي ذر فاسلمت وكسو اسلامي ابي ذر مكاني في مكاني اسلام مكانك يوم كسو اسلامي شك بي مقلن با مركي نبي صلى الله عليه وسلم عن أركيبا فقال لي نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا درين أبا درو اكتم هذا الأمر أرين كان قري يعني أمر الإسلام يقول جيدا أبي درو ماشان إسلام مدوى لقو قرقر سدا دبا كجرة مقالة المكة المكرمة دبا كجرة إسلام مدوى لقو قرقر سدا إسلام مدوى قرصو وهفافنو وارجع إلى بلدك بلدك أغان الدب قلاب فإذا بلغك هدوك سوقار ظهورنا annaga soo daahirida inuu markuu soo gaaro inaan xoog yeelano ula jeeda nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ku soo gaaro faaqbil markaa ka bacdi soo qaabil hadda laakiin iska bax baladkaaga iska aad faqultu markaas aan waxa ay waladi bacathaka bil haqqi kugu soo saaraan ku dhaartahay laasru khanna qayliye oo qayliye biha bi kalimati islam kalimada islaamka waa ku qayli bayna adhurihim gaalada dhexdoodan la istaagay ku qayli geesii waha sayyid abidar al-ghifari faja abidar wa yimid ila al-masjid masajidka xaqiisu yimid wal xaal quraishun quraishna فيه مسجد كدحجس أيهن فقال مركز أبي ذر وحوري يا معشر قريش أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا مركز وحيرا قوموا استاق إلى هذا الصابي من كان دينتين كلا يحدي هلا قبتي راهن واستاق وقاموا استاق نهير قريش فضربت والي قراعي لأموت سيانو دنتو فأدركني وحا إسوها للي العباس عباس بن عبد المطلب يا إسوها للي فأكب علي عباس وإقض الدعي markaas yaani dushaydu ku dhacay siidaayo way iga cilinaad fa markaa ka bacda aqbal alayhim qaladi yuqabil heer quraysh abbas qala markaas wuxuu yiri abbas waylakum halaqina taqtuluna rajulan nin miya dilaysan ninkaas oo min qifaarin qabilada qifaar kamid wal xaal ma tijarukum ganacsigiini
إيه وممركم مكان مريتان كيزنما على غفار على قبيلة غفار ويا نكا قبيلة وكل شيء وضد عاد مرتان أي دقنيهن وقنع سيقيني كحرا يو ضريقي حقا مريسان وي نكا هدا ديشان ساسو كيرو فأغلعوا عني مركاسي إقفو قيان أو إقاك لتقاون فلما أنا أصبحت مركان وابريستي الغداء بردي مركان وابريستي رجعت وهدنا وصولبت مسايدك كعبدي أنا صولبت فقلت مركاسان وحنري مثل ما إلديك مثل ماذا قلت بالأمس شالي سيدي أن ريوك إلهي سبحانه وتعالى إيمانك يعني عجائب السماء الإيمان يفعل العجيب وفك إيمانك ودو كوين هذا وحيال عجائبه السماء إيمانك ودو كبعوه حنونك مشكلة دي كل عدوان حبو ماركن حبو ماركن فقلت مركاسان وحنري مثل ما إلديك وحلا ماذا قلت بالأمس شالي وركي أن ريوك لحدو يهدنا كقيلي فقالوا مركاسي وحنا قوموا إلى هذا الصابي فصنع بي وحالي قسمي مثل ما يلديك مثل ما يدندك مثل مثل يا كل إنسان يدندك ما يا هذيك قوم يا مثل لا شر هون الله أنا الفاعل كان كده جينا مركب مثل فصنع بي مثل ما صنع بالأمس لا شر فصنع بي مثل ما صنع هذا جار مجرور كان لقيته جار مش كده لقيته أنا واسكتوا اسم مركب لكن sida uu mashhuurka marba hadii meesha uu yaalo mafcuul bihi ka ku haboon nail faa'il nail faa'ilka jaar majruurna uu noqdaa masdarna uu noqdaa darafkuna uu noqdaa laakiin waxa weey waxa ku haboon mafcuulka hadu meesha yaalo mithlu an la marba hadii baad nusakh laga helana taas aan qaadanayna mithlu aan qaadanayna fa qalu markaas waxa yiraahdeen qumu ila hada saabi fa suni'a bi aniga waxa lagu sameeyay mithlu ma ayladiki wax lamida suni'a bil ams shalay wax lagu sameeyo kale فأدركني وحي هلالي هدنا العباس فأكب عليه ويقول دول دعي وقال وحي العباس مثل مقالته بالأمس هذا الكيسي يوكله بالأمس الشري هذا الكي يري يوكله قال عبد الله بن عباس وحي فكان هذا كان وحوها أول إسلام أبي ذر رحمه الله تعالى سلام نبي أبي ذر بالله وقيدي أيوها قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة زمزم وجهل العربي هذا مثل كان باب قصة زمزم قصة زمزم أي أبابيها إيه وجهل العربي عربت الجاهل لماذا دينا وأباب جهل وحاله لجدا قبل بعثة رسول الله وإنت رسولك الصوصار صلى الله عليه وسلم حافظك رحمه الله تعالى ترجمة المركو الشرح يوحوليها كذا لأبي ذر أبي ذر ساسو قبي باب قصة زمزم وجهل العربي ولغيره أبي ذر غيرك وحاكسونا باب جهل العربي بس وهو أولى نسخوين ساسو مجرى باب جهل زمزم كدرين نسخوين كاسرهم ساسو حافظك رجح يسو وهو أولى ساسا هبونو باب جهل العرب بس إن ليراه إذ لم يجري مدر أرسنين في حديث الباب لزمزم ذكر الحديث كان باب هذا زمزم مبكو جربي حديث زمزم كسو عرار تيو وأما الإسماعيلي شيخ ليرا إسماعيلي فجمع وحو كل من هذه الحديث حديثا في ترجمة واحدة وهو متجه ساسا نتوصن إذا نفتدي التوصن طاهر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله ليشكري عن أبي بشر وجعفر ابن أبي وحشية المشهور بأبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحور عبد الله بن عباس إذا سرك أدوك فرح قلنا أن تعلم إن أدوكاته جهل العربي عربت الجاهل نمذودي إن أدوك أونك أدوكاته أدوك فرح قلنا فقرا اقري عبد الله بن عباس ما الذي كي اقري فوق 300 بقول يصدن ايادود وخي كسري اخر بقول يصدن كاس ايادود من سوره الانعام سوره الانعام حق لك هذا قوله تعالى اخر قولك الهي وتصالحان تصالوا لجد عبد الله بن عباس قد حقيقه خسر وحا خساروا الهي سبحانه وتعالى الذين كو قتلوا اولادهم عرورتودي دل ما هي عرورته دلان سفها لأجل سفه دبال نما درتيد بغير علم علم الآن أي عرورته دي سدا دبال نما أقول دلان وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وحرموا وحينا حرمين ما رزقهم الله وحي إلهي حوله إلهي كو إرزاقي أصنام تدرتيد أي أوقفين أدائيهم ما هينا سدا أو حرمين افتراء على الله ما صبت يكبين أبو رشو إلهي سبحانه وتعالى يكبين أبو رنيا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا الى قوله تعالى لغار قد حقيقه ضلوا كواسي ويل من عرورتودي دبالنمده درتود وديلي خوله الهي كو ارزاقنا اسغا حرمي لاجل الوقف والحبس للاصنام قد حقيقه ضلوا كواسي ويل من وما كانوا كواسنا ما هانن الى الله سبحانه وتعالى مهتدين كو هانوني كواسي ما هانن
يعني عبد الله بن عباس ولا جدد حديث كان وكله يحيى حوي سورة الأنعام ومن أكثر السور التي أعرضت جهل العربي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة ذا أوجب بدن أو كشيك جهل العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرك غارو حيسمى جرين وأيدها كم إذا سورة الأنعام كجرة وحيسمى جرين بيرها مرك أي فلان أيان بيرته وكلا قيبين جرين مركز وحيده جرين بيرته نسك إذا إلىها إسكاله نسك كلنا وحى إسكاله أصنامت هذه مرك النسك أصنامت أي سيان سبول هذو كسر وفكذو دنع إلهي وحيلين دنع إلهي لسي سبول كسر وفكذيه أنك قادنا دنع أصنامته هلقي وحقوق دي أصنامته هذه عكس جيدو أدعه ودنع إلهي سبول وكسر وفكذو دنع إلهي سيان بيرته سبول هذو كسر وفكذو ودنع أصنامته أي سيان وسر وفكذنا من له علنا إلهي حق ملها إلهي فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم بحشرك ذو أسقنا ذي فلا يصل إلى الله إلهي مقارا وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون إلى يحر حكم حما حكم حنا السبول هدو كسوف كذو يعني دنعي أصنامتا يوقفين ودنعي إلهي والسبول كسوف كذو شك الله يسو سينه الله يسو علي إلهي إلهي الله يسو علي عكسي هدو دعو عكسي هدو دعو ودنعي أصنامتا أي وقفين يعني بيرتي سبول وكسوف كذو دنعي إلهي إيسيين وسبول كسوف كذنا إلهي الله قادوا ياسك فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يعني أسقوا بعد لحكمك أو هذا عقل درسي عقل الدر يعني سيدة أبو حوي عقلك الوشي يقول دنب ودينت إيمانك قفك هدوس دين لهين إيمان وصن لهين مهما بلغت ثقافته ومهما بلغت حضارته فليس له عقل حضارة كستي البحنمة والبهجار يعني أقوم كستدين عن مادقة كجار دين هدي سنجرين إيمان وسنجرين قفك حولوك له حولوك له اسكنوك أذكر وحاجري هندية مران جوغي أوحان قال مقايد إلا قول هذا هندية ويعني ودمدا ودنك أغو أصنام تبادون ودنك أغو أصنام تبادون مقايدا قالي مقايدة أنا قد أقن كودة ما أنا نقونيني ماشا يعني العقد اللي قاده ومقايدة العقد اللي قاده أيها وحا أسارا بهل على عشان أو كلاه وبرة أسارا إلا واسنم أنا قلنا موقي نكا وحو أمن سنيهي وإلهي العقد كبعد يشيك دونا إلهي دانو العقد مقايدة كيني وبهل كانوا ليه ماشا سارا وليه مد مركا إلى السعودي يعني سبتالك مركا كسوا بحن أنتو إغفو غالي ومال دار إغتغي birti meesha u tiilo ninka dhan ilaaha u ahayd birti aan qaaday ninka aan ku soo jeediyay raa marka birti aan qaaday miiskan ku garaa war hebelow hebelow allee marka illa ninkaana waan meesha dhan waxa kala wadaba wuxuu yaqaan wax bahalkan ilaahan oo wax meesha dhan kala wadaba oo bahalkan aniga dhamaantay i wada qabteen kulli igaan hadda Soomaaliyana waa ka yimid ilayna luuyiga waaqaftan mel niman boorisay igeyeen marka ani waa yaabana wax la yahay maxay kugu heystaan kabaadi waxa yiraahaan adiga waxa wadanka u soo gashay ilaahayada inaa jajabiso miya wadanka u soo gashay maxay tii ilaahay jajabi kii soo qaadeen waa kanaal ilaahana ku karaaci miiska miya inaa jabisaan rabi waa ka badbaadin miya jabin rabti marka waxa ay raarimay oo dhaqankiina arimo aqaan ee passport-ka iyo fiiriya laba maalmood aan wada ka dhan jooga bal markaan dhaqankiina fahmo marka ka bacdi ay qafta laakiin hadda aan laga qabannina waa isii daayeen marka isii dawki marka Soomaalida meesha joogay markay arkanba oo nimankaas naamtooda kala leexay diidii maqaayada markaan gelinaba oo nimanka isku jajabinina asnaamtooda kala leex maariga isku taaftay baad digabaad markaas khatar ku galay marka kabaadi wa farma saarinba nimanka marka qaar koodna laba u saaran qaarna hal xaba u saaran ninka doktorka ah oo yaani caafimaadka loo doonanayo ilaaha wax caafiye oo PhD da haysta laba isagana u saaran miska wuxuu leeyahay ilaahan wa ilaahi lacagta kana wuxuu leeyahay wa ilaahi farxad dunidana labadaasan u joogaa leeyahay inaan farxad helo inaan lacag helo bis kanana lacagtu ii keenaa kanana farxadu ii keenaa leeyahay oo inaan habbi ku noolaado nolol habbi aan helo
وأسقنا السبب يقولي هاي كله مركه وحوي يعني وانن الشهادة وقصة الرئيس الدنيا هاي استوى هدوس المركه الدين وجرين وإيمان وسنجرين قفك وحاله حاله إسكن قام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية هذا متكن باب حكم من انتسب قفك النسبة شيكته حكم كيسي أيوب بابيه إلى آبائه آبياشيسي والنسبة شيكته في الإسلام إسلام ماذا نحدد أنا أقول نسبة شيكته والجاهلية زمن كي جاهلية آبادي أهايان والنسبة شيكته حكم كيسي أيوب بابيه إمام البخاري رحمه الله تعالى باب كان ورجدده وكليه وحوي بمعنى لا بأس بالانتساب إلى الآباء في الجاهلية قفك آبادي سي هدي حتى حلق الجاهلية أي جري جرين نصبكم مقو أي ونسبة شيئا كرتا آبها حلق الجاهلية هدو أنجرو بمعنى لم يعتنق الإسلام إسلام كما أوسان قبسان آبها ونسبة شيئا وآبها مروا البابا مروا البابا آبها ولو كان في زمن الجاهلية علماء قارة مركب بخاري وحكور الدين علماء قارة وحيراهين وكراهية زمن الجاهلية يعني دتك جري جري آبادي يا أجدادي حلق الجاهلية جري جري إن لا نسبة شيكته وكراهية علماء قارة قبا لكن مذهب كاسو الدين هي إمام البخاري رحمه الله تعالى ويبنانته هي باو من انتصب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية أي جواز ذلك خلافا لمن كرهه مطلقا وحان خلافا إن علماء كهاتي ويري لما نسبة شيكان كرو فإن محل الكراهة مرك كراهية تاي آبياشي أبويالكي جاهلية إن لا نسبة شيكته ما إذا أورده على طريق المفاخرة والمشاجرة ومركو أسو أروريو فان إيو ضد إيو وقفكن كفان يبا آبياشا سنكسو جيدا قفكو إليه إيو وقد روى أحمد وحوري وأبو يعلى بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه من انتسب قفك كؤب ترسلة إلى 9 آباء كفار سقال آباء وقالع يريد بهم أسقو أولجيدا عزا أو كرامة قال هذا سحوق النسبة الشيخان أيه وعزي كرامة يفان وبكرنا أبا نبي صلى الله عليه وسلم فهو شخص ياسي عاشر ومساقه طبنكو أهف النار وهذا قال هذا كفان يفان هدو ولجيه أما هدو ولجيه النسبة بس مجرد الانتساب وابهي دالي وأويه دالي فلا بأس بذلك معنى النسب لا ينقضع بالكفر ولا بزمن الجاهلية نسبكو كمرقو يعني كفر جاهلية يبنكو مرقو أيه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وحوير يو أبو هريرة بمعنى الرواوي مردي عن وكذا ومريو وقال ابن عمر وحكوري يو أبو هريرة عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم حكوري إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله أبيال عجائب له نسبة شاكتي أنبياء رسل رسل إلهي ونسبة شاكتي وترجمة قيبتي ظهري باب من انتصب إلى آبائي في الإسلام داسو في الإسلام قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال البراء عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرى أنا ابن عبد المطلب عبد المطلب وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات قبل بعثة رسول الله قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الفترة أهل الفترة كجراب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص الحوضي البصري قال حدثنا أبي وحفص بن غياث القاضي الكوفي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عمش حوري حدثنا عمرو بن مرة هو الكوفي المرجي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحول ابن عباس لما نزلت هذه الآية آية المركي سودكتي وأنذر أدك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عشيرتك قرابة أدك قرابة سوى الأقربين لواشد بضن أدك مركي اللي يري جعل النبي نبي وحول قال صلى الله عليه وسلم ينادي إنه دواقه والنبي صلى الله عليه وسلم حكو دواقه يا بني فهر يا بني عدي وآباء يعني ماتوا في الجاهلية زمن في الجاهلية أنت والنسبي قلدي ودواقة آباء شاس وأبتريي نبي صلى الله عليه وسلم ببدون قريش والنادي نبي صلى الله عليه وسلم لا فيه هر قريش والنبي وأبتري والنادي نبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال لنا قبيسة وحنويري وقبيسة بن عقبة العامري قال أخبرنا سفيان الثوري عن حميد بن أبي ثابت الكوفي عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس قال وحر ابن عباس لما نزلت مركز سودكتي وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي نبي وحقه قال صلى الله عليه وسلم يدعوهم إنه أويره هر قريش قبائل حاليهن قبيل قبيل يلا فلف والنبي صلى الله عليه وسلم أويره قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع
الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي قال أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم نفتي إنك يبسد من الله إلهي حقي سك يبسد معنا من عذاب الله عذابك إلهي يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله من عذاب الله كيبسد ومعنى سوء إسلام أولجه النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتري أنفسكم من الله من عذاب الله كيبسد لا أملك أن أقوم ملكنا يلكم ألا بدنا من الله إلهي حقي سشيء وحبيد إنك ملك ما يهددنا سوء إسلام نو سلاني ويديست من مالي مالك ما الذي كي ويديست شئت ما أدونتي ولا جدده يعني أكله يا إمام البخاري رحمه الله تعالى يا بني عبد المطلب أبياش أسحلك الجاهلية الانتي ونبيه النسبة الشيء صلى الله وسلم وبارك عليه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم باب هذا متكن باب ابن أخت القوم قومك ولا شد ولا شا ويلك أي دشي أو أبتل لو يهي ويلك أبتل لو يهي منهم قومك كثير سنة قومك أيو كم دي هاي النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد وكم دي هاي بمعنى في القرابة والارتباط سيدي سوغو حرينيين إيا قرابة لماذا أيقو كثير سنة هاي النبي صلى الله عليه وسلم ومولى القوم قومك موليه مولاها معنى وحلو لجد عتيقهم قومك أدونك أي حرين منهم أيقو كم دي هاي أدونك سيقونا محمد وكم دي هاي بمعنى في الارتباط والارث كاسوا بدا حلبة بدا حلبة يعني لأنه قفك عتيقة هاي الحرين هدي ما ركتاه قف دخل له وهايو عصبتي سي قرابات كيس له وهايو كي خريا لادي كي خريا دخلك وحكو يلاناي قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب البصري قاضي مكه وقال لي مكه وقال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال وحور انس دعا النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري الانصار اخص خاصه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيكم احد من يكون دخجرا احد كاسو من غيركم ادينك غيركم انصار انهين قبيلك انصار تقف انهين من يكون دخجرا قالوا وحيراهن لا إلا ابن أخت ماهنه ولا ويل أي دشي ماهنه قبر ولا شيء ويل أي دشي ماهنه كاسو أختدا سو لنا أنا نصقنات قبر أنا جو عندلني ويل أي دشي أبتي أنا نهاي أم بنقول نحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير ابن أخت القوم منهم وير النبي صلى الله عليه وسلم ويل يعني أبتي اللو يهاي قبيل كاسو كم ديها يور النبي صلى الله عليه وسلم في القرابة والارتباط حاجة قرابة ذي إرتب أما مذهب كحنفية ذو حبقة ما وابد نحلبة ويجو حيليهن يعني يجو ضدك ذو الأرحام كأه ذو الأرحام كحنفية ذو النحلسية حديث كان يدل شناين ابن أخت القوم منهم وينو مركا ويلكو يعني ونحلي أبتيس ويلكو أبتيس نحلي ساسي قبان حنفية ذا أما جمهور العلماء وحيليهن ابن أخت القوم منهم حلو لجدا يعني في القرابة والارتباط حاجة قرابة نمذ حيرك ونحلي تسأل لجدا وأنا نحلو لما جدي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة الجيش قصة الحبش دي. هذا مثل باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفداء ويري نبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل باب قصة الحبش حبش هذا قصة دي أيوب بابي وقول النبي وأباب صلى الله وسلم وبارك عليه نبي هذا الكويري صلى الله عليه وسلم يا بني أرفداء هر بني أرفداء ويري نبي صلى الله وسلم وبارك عليه بمعنى نصبهم إلى جدهم البعيد نبي صلى الله عليه وسلم وحو النسبه اي اووهودي حبشده اووهي اي كسو فرعومن ايو نبي صلى الله عليه وسلم او نسبه يا بني ارفده وير نبي صلى الله عليه وسلم marka حبشده waxaa weeye yani sheekhu fasiri wuxuu leeyahay wal habashu humul habashatu yuqalu waxaa la yiraahdaa innahum min waladi habash ibn kush ibn ham ibn nuh halkaasii ku abtirsadaan nabiyullah nuh wahum habashadu mujaawiruna waxay daris leeyihiin la ahli yaman أهل اليمن أي درس ليهم يقطع بينهم لحد هذا واحد يعني كلا جوية أو قل حي البحر بدأ قل حي سو وقد غلبوا حي بكأت كادين بهذا كهر على اليمن يمن يقبسدين قبل الإسلام وحلق أبرهو حلق أبره حبشدة يمن يقتلنا يوم وملكوها يمن تي ملكيا وغزا أبره والدولي ومن ملوك بغردو دي كمدة الكعبة كعبدو كدو ومعه معيسا وحا هذه الفيل مرودو وقد ذكر ابن إسحاق وحشاق قصته مطولة وأخرجها الحاكم قصة حاكم الصوصاري ثم البيهقي من طريق قابوس ابن أبي ذبيان عن أبيه عن ابن عباس ملخصة وإلى هذا القدر قدر كانوا أشار المصنف بذكرهم في مقدمة السيرة النبوية وسدل قوم حيود لشدان من الصوفية كمدة بحديث الباب على جواز الرقص يسرح رحده إن يبنانته إلا يسرح كرو والسماع آلات الملاهي هي قلبك اللقوع يارو إلا دقيسان كرو وضعنا فيه استدلال كدليل كالصوفية وحاد دري الجمهور جمهورته وحاد درين
ووحي كدرهم باختلاف القصدين وحديث كروايات كقارة وحا كجري بمعنى حبشدو كانوا يرقصون يرفسون بالفاء وإسروحيين يا حبشدو وإسروحيين سوفي هذا مركز غيبك مدى حيود دليشدين إن رقصي إسروحيدو أي بنانتاية سماعي آلات الملاهي قلبك اللغة عيارو لدي يسنكرو وحي جمهورت مركز دليل كدران ويرشاخو باختلاف القصدين لبدا أولا جيدو إسخلافسا فإن اللعب الحبشة حبشدة عيارتو بحرابهم إيبوين كودا يكو عيارين كان وحوها قصد كل التمرين ليل يتببرد على الحرب إن دقالك اللغة تببرتي هذا فلا يحتج به مركة حديثك لو مدلي شكر ورشاخ للرقص في الله عيار إن لسكر روح روحه لو مدلي شكر لكن شاخ وحو الديدة يوحوي الرقص في الله تاسمه بنانوي إلا عيار قفك أسيو كجرة إسروح عيا ما بنانا الرقص ومركة وحو النقنا يعني محرم في الله أما مسألة الرقص في الذكر وحكاها دلي حافظ السيودي رحمه الله تعالى كتاب كيسن ليراه الحاوي كتابك الحاوي ليرا بحث دار وكقري إمام السيودي رحمه الله تعالى إمام السيودي مركب حكسه قوريي شيخا ليراه سراج الدين البلقيني من أئمة الإمام الشافعي وأئمة يعني إمام الشافعي مذهب كيسا يترقي هو ويناه وحكسه قوريي ابن عبد السلام صدح لبو حكسه قوريي إنا إفتودين بمعنى جواز الرقص حالة الذكر حالة الذكر قفك دو إسرحوا إسرحوا داسكالية وسن له عيار ولجهدين أول جديد التلذذ بالأذكار أذكار تأكون مع أنسانيو ساس الشيوخ ذا كسو قوري حافظ البلقيني يوحو كسو قوري عز الدين ابن عبد السلام وحو نشأ حافظ السيود إنه يؤدي لشدان حديث كي إمام أحمد ومسند كيس أكوري من حديث جعفر ابن أبي طالب حديث كي جعفر ابن أبي طالب إمام أحمد مسند كيس أكوري ونبي صلى الله عليه وسلم جعفر من كوكيري أشبهت خلقي وخلقي واحد شبه ذي دبي عديدي إيا أبو رستيدي جعفر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجائب تلمركو جعفر وبشاريه جعفر فحجل وراء زيد جعفر حجلي يسبي حجلي وحوي وهلق إن لقو استاقو لقو بدبذو هلق وصال ليس كرحو إسروح داسو السميي جعفر بن أبي طالب حديث كاسو أسود دليش هذا حافظ السيودي رحمه الله تعالى ومبحث دير كتاب كيسان الحاوي ومبحث كاسو كجرة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث والليث بن سعد المصري عن عقيل عقيل بن خالد المشهور بعقيل الرحالة عن الشهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها أمنا عائشة أسوق علي سيدنا أبو بكر والحال عندها أمنا عائشة أكتدى جارية تاني الله وقف دود أيهم في أيام من مالمه من أسوق علي تغني تغني يعني بفتح التام وإذن قري تغى وإذن قد ما قد كاسا في عمبا أنا قد تغني يعني وإقري قلت كاس ما انصحها تغني يعني غنى يغني يا دلأ تدفي فان مو نغري تغني يعني مكبوذة تدفي فان نغنى ونغري تغني يعني مركوير وتدفي فان وكحجي يا تغني يعني مكبوذة مياه تغني يعني واللازم ماشي يا كجرتاو وحدنا سيدنا عمر وعنانا وغناها هيست يعني النبي أكتي سكوه هيست يعني صلى الله عليه وسلم مركة تعالى ونقذينا تغني يعني نصغي كاسفيعا تغني يعني غنى يغني دخل عليها ووصوق علي يعني سيدنا وكر ووصوق علي عائشة والحال عندها عائشة أكتي جاريتان لبدا جاريهين في أيام من أنا وصوق علي تغني يعني حالي هيست يعني لبدا جاريه وتدففاني حالي دربان تميان أو تضرباني أي كراعيان الدفة دفك أي كراعيان والحال النبي نبي صلى الله عليه وسلم متغشن ساس من يقرأ متغشن مثل متغشن يا تغشن وذين قرأ أنا متغشن وذين قرأ متغشن كوي نصوي كاسف يعني متغشن قرأ متغشن الله أنكربنا وحوي بصيغة اسم الفاعل بصيغة اسم الفاعل أنكربناه والحال النبي نبي صلى الله عليه وسلم متغشن واستبالي هذه لكن يرى متغشن للدبالي نغني بصيغة اسم المفعول متغشن ساسرون والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم متغشن بثوبه مرديسي واسكت دبولي نبي صلى الله عليه وسلم فانتهرهم الله بذي قبلود وهيسي أبو بكر سيدنا أبو بكر عنانتي فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وجهيسي والنبي فيدي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما كتك أبو بكر الله بذي قبلود يا أبو بكر كتك فإنها أيامتني أيام عيد أما المعيد هو هيسها صدع وقفنا لقوع عينين فسقنا أنا هين هسه سوى بنائهن مع المعيدة وياه إسكت دافور النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وتلك الأيام أيام من المهاسنا وحياهد
مالمه من اللي جوغي أي أيام تاسها يوم. وقالت عائشة أمنا عائشة وحيتري رأيت النبي النبي كان أركي صلى الله عليه وسلم يستورني حال نبي أستور أيه صلى الله عليه وسلم والحال أنا نونا أنظر أنفيرنا إلى الحبشة حبشدي أنفير سني والحال هم حبشدو يلعبون أي عياريا في المسجد مسجد كالحدي سيكو عياريا فزجرهم فقال ساسما قبتان يا عمر ساسا في عم صويك ساسا في عم فزجرهم فقال ساسو يقول حجياني فزجرهم فقال وفاعلك سيدنا عمر سيدنا عمر فزجرهم عمر نسوين كاسا صح فزجرهم حبشدي مركا وحا عنانتي عمر حبشدي عياري يعني ومسايدك نحجي سكو عياري سيدنا عمر مسايدك وحي وحا عياري وحو يعني روايدنا سمر نيو حرابكي كتب برانيا شيشكي ايو ايبادي ايو اي مسايدك نحجي سكتب برانيا فزجرهم عمر سيدنا عمر عنانتي فقال النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري دعهم عمر وكتك حبشدا فكو عيارا ماشا جهادكي كتب برانيا يعني أمنا يأمنون تأمنون آمناتهن أمنا آمن نقشو بني أرفدة يا بني أرفدة ونسبة إلى جدهم أبوه يكسو فرعومين حبشدو هير بني أفردة آمناتهن سيدنا وطو جهادكين كتب برتو يعني وحي ولجه ذا نبي صلى الله عليه وسلم من الأمن المأخوذ من الأمن ولجه ذا ومثل أمن الله سوقت معنا آمناتهن ساس ولجه ذا نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه والله سبحانه وتعالى.